اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واحفظ جميع جوارحنا من الوقوع في الآثام، واجعلنا ممن يصومه ويقيم لياليه إيمانا واحتسابا، وألا يكون حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا من القيام السهر والتعب. اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب، واغفر يا رب لجميع موتى المسلمين، يا حنان يا منان. اللهم اجعل يا رب رمضان سببا في دخولنا الجنة يا رب، بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إني أستودعك أماناتنا وأهلنا وأنفسنا وأعراضنا، اللهم إني أستودعك إياهم يا من لا تضيع ودائعنا عنده، وارحمنا برحمتك، واعف عنا يا واسع المغفرة، واهدنا إلى ما تحب وترضى، إنك أنت الرؤوف الرحيم.